طبعا يا جماعة الفيديو ده ما فيهوش هزار، هو كل الفكرة اللي احنا جربنا نعيش لحظة، مش لحظة، كام ثانية من حياة حد من ذوي الاحتياجات الخاصة. جربنا نعيش ثانيتين او ثلاثة بالظبط من غير ايدينا. طبعا الموضوع كان صعب جدا، عندهم ارادة زينا بالظبط. الحاجة اللي انا ممكن اعملها وممكن يعملها بس بيعملها بطريقة مختلفة، بس بيوصل لنفس النتيجة في الاخر. يوم 3/12 هو اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. الناس دي زينا بالظبط يا جماعة، تاني بقول زينا بالظبط، ويا ريت ننشر الموضوع عشان المجتمع بتاعنا نحتاج نصلحه شوية. Why do you fight? I fight that makes me happy. I am fairly human and normal. At least I try to be.